السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا بنتكلم عن استخدام الفيزيو في إدارة المشروعات، فمن ضمن الحاجات الكويسة جدا هتلاقي أداة، هتلاقي ديجرام اسمه PMN، تمام، اللي هي البروسيس مانجمنت. هتدوس عليه هيجيب لك، يقول لك انت عايز حاجة فاضية خالص، ولا عايز حاجة مرسومة بالشكل دوت، ولا حاجة بالشكل دوت، ولا بالشكل دوت، وعايزها بالمتريك ولا باليو اس يونت كريت. طيب تختار الشكل اللي انت شايفه انسب ليك وتقول له كرييت، فهيبدا يعمل لك كرييت بالشكل دوت. انت بقى ممكن تمسح وترسم من اول خالص، تمام، يعني ده بيوضح لك مثلا بول 1 هتبقى عامله ازاي، هتبتدي ازاي، بتاسك 1 هتبقى عامله ازاي. طيب خلينا نمسح ده كله كان انا هبدا من جديد. انا بس حبيت اوريك الشكل. ممكن اقول له بول او لين من هنا وابدا احطها اهيت. ممكن تحط اكتر من واحده لو عندك اكتر من عمليه، وممكن تلزمهم في بعض او تسيبوا بينهم مسافه زي ما انت عايز. تقدر تعدل الكلام في اي وقت، تسمي ده مثلا بروس معين ودي بروس تانية، او دي حاجه معينه مكتب معين او ده مكتب تاني. تبدا بقى تقول له الستارت ايفنت بتاع اهوت، تمام، وتبدا تكتب. لو دوست مرتين تبدا تكتب فيه زي ما انت عايز اي تكست انت عايزه، تمام. طيب ممكن تحط بقى اداة تاسك مثلا تداي اسم انت عايزه، ماشي. ومن هنا مثلا ممكن تقول له انا عايز مثلا نرسم حاجة من هنا لهنا، فممكن اجي اقول له كونكتور ومن هنا ادي له ان ده هيوصل لده، تمام. وممكن توصل بحاجة تانية تحت. طيب وممكن تيجي هنا لو انت اخترت اي واحدة، خلينا نختار مثلا ستارت ايفنت هنا، تمام. ممكن لما تيجي هنا السهم دوت بيجيب لك الحاجات دي، فمجرد ان انت تختارها هيبدا بقى يحط لك الشكل دوت ويوصل بينه اوتوماتيك، تمام. تيجي هنا مجرد ان تيجي تلاقي في الاسهم ديت يقول لك عايز توصل بايه، بتوصل بدي، فبتبدا تكتب بالحاجه لحد ما توصل للاند ايفنت زي ما انت عايز، توصل بينهم زي ما انت عايز. تقول مثلا كونكتور من هنا لهنا، وتبدا تكتب الحاجات اللي انت عايزها. تقدر تختار الشكل، وممكن تبدا تختار الديزاين بتاع الموضوع ده كله، يعني مثلا عايزه مثلا كله بالشكل دوت او بالشكل دوت او كده. تقدر تختار الاشكال اللي انت عايزها، تقدر منها تضيف اكتر من صفحه، وكل صفحه طبعا فيها العلامات اللي انت عايزها، تمام. وتقدر تضيف بيج ستايل، تقدر تختار ستايل الحاجه اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزها. شو تايتل بار او اللي هي ديت عايز تشوفها ولا لا، تمام. الروتيت لو انت عايز الكلام يبقى فيرتيكال او هورزونتال. الستايل اتكلمنا عنه شويه، تمام. فدي اهم الحاجات اللي انت ممكن تشوفها. ممكن اورجانيزيشن عايز تشوفه هورزونتال ولا فيرتيكال، الصفحه نفسها اللي هتكتب فيها. الدايركشن بتاعك من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين، الحدود بتاعتك هتبقى قد ايه، تمام. دي باختصار ازاي اعمل بروسيس مانجمنت بطريقه سهله جدا من خلال الفيزيو.